يقذف الإمام يدخل الهزاز يغادر المرمى متاعه وقذف الهزاز على خط المرمى بالضبط. العتوقة عتوقة يتفضل لقذف أحسن لاعب مغربي. بس يقذف كعبي. عاشها الجمهور منذ أسابيع طويلة وشوفوا في الجمهور الكل ينزل إلى الميدان. فارق فارق الكعبي 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 فايت الفريق البولوني. تمشي العاقربي عاقربي عقيد فرس العاقربي. تمشي لسليم تمشي لسليم يقذف يقذف وكورتو على العارضة خلفة نفذت على طريق عقيد ترجع جيسمي وضاعت الكورة. مختار زويب يمدها العاقربي باهية من العاقربي ويقذف العاقربي وركضية شمالي طويلة وقلبة عقرب من فوق العارضة الأفقية. ويعلن الحكم في غلاونا بالضبط عن نهاية مقابل بولونيا وتونس بفوز بولونيا هدف مقابل صفر. لو طويلة وجندوبي ضاعت عليه كرة وباهية من نايلي لنفذها دي ترميلة شادة طويلة والنايلي رجع الكرة باهية النايلي برافو نايلي. شبالي وتمين مثل في الكرة شبالي باهية باهية من شبالي اللي راوغ بيرتي فوكس ومشت كرة اليمين عندي شبالي توزيعها من شبالي وما ياري قص الكرة. براف رمينيقا جندوبي وكعبي والنايلي النايلي بكل شجاعة ياخذ الكرة وفي هذه الهوة بالضبط يعلن الحكم عن نهاية مقابلة تونس وألمانيا بالتعادل بين الفريقين 0-0.